مساء الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدي التلفزيون. اليوم السابع من داخل محافظه بورسعيد ولايف جديد مع بائع اشهر حلوى على شاطئ محافظه بورسعيد، حلوى خد الجميل والشهيره بهذا الاسم بين الاطفال والكبار داخل محافظه بورسعيد. نتعرف بحضرتك في الاول وبنرحب بحضرتك على التلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا جون، وانا عادل السيد جمعه. تمام، يعني اشرح لنا الاول او قول لنا الاول سنك كام؟ انت بدات في الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ من 20 سنه، يعني بدات اكثر من 35 سنه تقريبا. انا عندي 55 سنه. تمام، 55. انا 35 سنه. 35 سنه شغال في الشغلانه بتاعت الخد الجميل. وجوزت عيال وعايش منها. تمام. طيب انت تعرف ليه اصلا سموها خد الجميل بقى؟ سموها خد الجميل عشان يعني حلوه تفاحه ومش مش فيها ضرر يعني ولا اي حاجه. ايوه، مفيش فيها اي حاجه يعني. السلام المنوف اي واحد بياكل كبار صغار، ما فيش حد يتضر منها طول حياتي انا عايش اهو، ما حدش يتضر منها أصلاً. طيب اول مره بعتها كانت بكام؟ يعني انت بتقول من 30 سنه. تمام، اول ما بعت خد الجميل ده اكتر بقى من 20 سنه. تمام. الاربعه كانت بشلم. الاربعه بشلم. دلوقتي بقى الواحده بقت بخمسه جنيه. دلوقتي بقت بخمسه جنيه الواحده. طيب المكونات بتاعتها، يعني اشرح لنا المكونات بتاعتها. امسك واحده كده معلش واشرح لنا المكونات بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سكر وعسل ومن خد الجميل. سكر وعسل والتفاح. بتحط على البوتاجاز بتريح كده زي الحلاوه بتاعت المر. هي حلاوه، اعتبر حلاوه المر بالظبط. دي اعتبر حلاوه المر. انت بقى اللي بتصنعها؟ انا اللي بصنعها. طب يعني في اليوم مثلا بتصنع لك حوالي قد ايه؟ لا دلوقتي انا يعني الاول كان 7 دلوقتي يعني ما تخبيش. يعني تقريبا كده كم واحدة يوميا بتصنع؟ أنا أقول 100 في اليوم. 100. تمام، بتطلع بقى من إمتى؟ من بعد الظهر. من بعد الظهر لغاية إمتى؟ لغاية المغرب. أكتر حاجة من بعد المغرب يعني الساعة كده. ما كل شوية تعبان خالص. الأماكن بقى اللي أنت بتتجول فيها، إحنا موجودين الوقت على الشاطئ. في أماكن تانية أنت بتروحها في بورسعيد؟ العمايل أنا شغال شغل. وهي دي حلاوتها ان هي ما صيف وشتاء شغاله حلوه، ما الناس كلها بتاكل عيش. يعني انا ما بشتغلش ولا باخد من الحكومه حاجه ولا حد بيديني ربع. تمام، هي ده اكل عيش واكل عيالي. انا عندي ولد وبنت والصلاه على النبي، ومجوز بنت من مجوزهم من خد الجميل. تمام. يعني الحمد لله. وانا اصلا مش من بورسعيد، بس يعني انا جيت هنا اتجوزت هنا وقعدت هنا. وسنين الشغل بتاعك كلها هنا؟ اكل عيش هنا كله. عيش. انا ساكن في سيدة خديجة. تمام، سيدة خديجة هنا بورسعيد على طول. تمام. طب يعني قول لنا بقى، بيفرق لان في احجام مختلفة احنا شايفينها. صغير وفي كبير. يعني تبع التفاحة ما كنت فيها صغيرة على قد فلوس. يعني دي برضه بتباعها بخمسة جنيه؟ ده على خمسة جنيه. يعني هو كله بيتباع بخمسة جنيه؟ لا، في التلات. وفي ما كنا تفاح لسه طالع يعني بشاير بيبقى فيه 2 جنيه و 3 جنيه. يعني على حسب برضه السعر بتاع التفاح في السوق. التفاح دلوقتي 25 جنيه بيتباع بكام؟ يعني كيلو 25 جنيه بيتباع بكام؟ يعني نظرتك هتحسبها تلاقيها بكام؟ اقل حاجه 5 جنيه. اقل حاجه. طيب يعني هل في مثلا عرض انت بتعمله معين في شكل العجله بقى بتاعتك وانت طالع، ولا بتحطهم بترصهم وخلاص؟ بس بيبقى معاه باترينا، بس مش يعني الجو معاك بيستعمل باترينا اللي هي اللي ورا دي. لان ما بقدرش اركن على الباترينا. لان خلاص زي ما حضراتكم شايفين، يعني دي عجله خاصه ببائع الحلوى هنا على شاطئ محافظه بورسعيد. ودي الحلوى في العرض بتاعه اللي موجود هنا على اللي بيسميها باترينا، وكمان موجود قدام العجلة. في باترينا بقى اللي هي الازاز ساعات بتحطها ورا مكان الصندوق اللي ورا ده.
ربنا يديك الصح، ربنا يديك الصح. ايه الاماكن التانية بقى اللي انت بتقوم بيها غير شاطئ بورسعيد؟ في العماير انت بتمشي اي حته بورسعيد؟ اي حته. ايه اكتر حته بقى فيها اقبال؟ يعني السبع، يعني الحته اللي الناس بتشتري منها بقى كويس دلوقتي بيصور بالتليفون، مش عامل حساب ان في ناس قاعده وراه. شاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، احنا كنا مع احد بائعي الحلوى على شاطئ محافظة بورسعيد. بنشكر حضراتكم على هذه المتابعة، كان معكم محمد عزام مغسل اليوم السابع محافظة.